برعاية السيد فارس الصايغ وبحضور قدس الأب عبد الله حمارني راعي كنيسة القديس جوارجيوس الهاشمي الشمالي، نظمت لجنة الشبيبة الاجتماعية في جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بعمان دوري كرة القدم الأرثوذكسي الثاني لكافة الشبيبات في المملكة، حيث أقيمت المباريات التي كانت بدعم من كافة المؤسسات الشبابية الأرثوذكسية في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشميساني. ويمتاز موسم هذا العام بمشاركة واسعة من الشبيبات والكشافة والمؤسسات الأرثوذكسية من مختلف مناطق المملكة. طبعاً يمتاز هذا الدوري هاي السنة إنه عم بيجمع كافة يعني أو معظم الشبيبات والكشافة والمؤسسات الأرثوذكسية على جغرافيا الوطن. في عنا من عجلون، من عنجرة بالشمال، في عنا بالجنوب الكرك، في عنا من الزرقاء للسلط، مروراً بالعاصمة الحبيبة عمان طبعاً بكل كشافتها ومؤسساتها من النادي الأرثوذكسي وماركا والكشافة الأرثوذكسية طبعاً. فإحنا يعني هدفنا السامي هو كجمعية أن نكون وطن لجميع الأرثوذكسيين والوطنيين في هذا الوطن الحبيب، خصوصا هذا الزمن اللي عم نمر فيه اللي الناس عم بتكون كتير شوي يعني انطوائية، بتعرفوا على السوشيال ميديا وكذا، فمنحب أنه نعزز أي نشاطات فيها تواصل مباشر بين الناس. فأنت زي ما أنت شايف هون كل الناس مع بعض بمحبة، بتتعرف على بعض، تقضي وقت مع بعض، أكثر من 12 ساعة راح نكون مع بعض، الملاعب كلها مفتوحة، كرة قدم، سلة، مطاعم موجودة، فبقضوا الشباب مع بعض يعني بروح رياضية عالية، أجمل الأوقات في يعني صرح الجمعية والمدرسة الوطنية الأرثوذكسية. إحنا كلجنة شبيبة طبعاً هذا أحد نشاطاتنا، ولكن عندنا نشاطات كتير ثقافية، نشاطات اجتماعية على مدار العام، ولكن تعرف كرة القدم ومحبة الناس لكرة القدم عم تكسب يعني زخم كتير كتير كبير، بحيث إنه الجميع عم بيكون معنا، وهذا إشي بيسعدنا ومتعهد للشباب إنه نستمر بهذا العطاء ونشترك مع بعض كلنا طبعا. ومنرحب أكيد بكل أعضاء لجنة الشبيبة الاجتماعية اللي هم عن جد كانوا جنود لأكثر من مدة شهر بالترتيب وبالتنظيم، فهو هذا عمل مجهود مشترك وليس فردي. نشكر كل المجموعات اللي مشاركة والشباب اللي مشاركين من الشبيبات، وهذا نشاط رياضي جيد ودائما نستمتع فيه إحنا كأهل.